بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، البرنامج الأول هو برنامج شوت كات، برنامج شوت كات هو برنامج مجاني لعمل إديتين أو تعديل للفيديو، كل ما عليك فعله بعد أن تحمل البرنامج هو أنك يعني تبحث عن شروحات ستجد شروحات كثيرة للبرنامج عبر الموقع الرسمي وعبر اليوتيوب وعبر مجموعة من المواقع الكثيرة يعني بلغات عديدة، أول شيء نعطيكم فكرة على البرنامج تنقر هنا ثم تضيف تراك الخاص بالأوديو وكذلك التراك الخاص بالفيديو من هنا نضيف تراك الفيديو وتراك الاوديو حتى عند اضافه الفيديو والاوديو يتم اضافته للبرنامج بعدها اوبن فايل ثم تاتي وتقوم بادراج الفيديوهات التي تريد ان تقوم بالتعديل عليها او الميديا او الصور او اي شيء تريد ان تضيفه البرنامج يسمح لك بعمل كونفرت اذا اردت ان تقوم بعمل كونفرت للفيديو الذي تريد ان تضيفه لل يعني البرنامج او لا بعدها بامكانك تشغيل الفيديو الخاص بك للتعرف هل هو يعمل بشكل جيد مستوى الصوت كذلك من الجانب الايمن كما تلاحظ وبعدها اذا اردت اضافه الفيديو للبرنامج كل ما عليك فعله هو ان تاخذه يعني بطبيعه الحال وتسحبه وتجره وتضعه في التايم لاين ومن هنا لاحظ سحب وافلات وضعه في التايم لاين هذه الطريقه هنا هذا المؤشر يسمح لك بتكبير وتصغير التايم لاين في حاله ما اذا اردت اضافه اشياء تقطع الفيديو الى اخره هذه هنا لتقطيع الفيديو لاضافه مؤثرات وسط الفيديو مثلا اذا اردت ان تضيف مؤثر بين هذا المقطع والمقطع الاخر كذلك خيار الريموف لحذف الجزء الذي لا تريد التخلص منه من الفيديو كذلك مجموعه من الاشياء الاخرى بامكانك السحب وافلات المقاطع مقاطع الفيديو داخل البرنامج كما تلاحظ سحب وافلات اي جميع المقاطع التي تسحبها وتفلتها ستجدها في الجانب الايمن الجانب الايمن كما تلاحظ جميع المقاطع تم اضافتها في ثم كذلك سحب وافلات داخل يعني التايم لاين من بين الامور يعني المميزه كذلك او ليس هناك اي نسخه مدفوعه البرنامج الموالي هو رين رين وول اذا ما شعرت بالملل من يعني الخلفيات الخاصه بالويندوز وتريد التجديد فهذا البرنامج مميز جدا يعطيك خلفيات مع مؤثرات بشكل جميل جدا ورائع وكذلك هو برنامج مجاني بالكامل بعدها تنقر عليه بزر الفار على الايمن تجده اسفل هنا ثم بامكانك النقر على خيار أه سيلكت وول بيبر لتغيير الوول بيبر الخاصه بك او انك تقول له مثلا كل خمس دقائق غير لي اتني بوول بيبر جديده او اي شيء تريد فعله والوول بيبر تكون متحركه او فيها اشياء تتحرك يعني اذا هكذا اذا لم تريدها بامكانك تغييرها كما تلاحظون هذه بشكل امطار ومجموعه من المؤثرات داخلها البرنامج مميز جدا كذلك يمكنك من تحميل مجموعه من يعني الخلفيات بعالية الدقه من الانترنت بالمجان وعبر البرنامج دائما واضافتها اليه أه كما قلت اشياء كثيره يوفرها لك هذا البرنامج الرائع الخروج منه انقر على اكزيت في باسورد ريفيل ريفيلر والذي بامكانه ان يعني يقوم بيدعم اللغه العربيه اولا بامكانك تعريبه وهنا المعرف خدمه وكذلك الباسورد عندما تفتح هذا البرنامج سيعرض لك جميع الباسوردات التي سبق لك الاتصال بها مثلا هناك باسورد سبق لك ان اتصلت به في شبكه معينه ولا تعرفه او نسيته سيظهر لك كما قلت انا فقط اخفي الباسوردات الى انها موجوده هنا بامكانك بعد ان تقوم بالتعرف على الباسوردات ان تقوم بحفظها عن طريق ملف ملف مايكروسوفت اكسل البرنامج كما قلت مميز جدا يعرض لك جميع شبكه لا يحتاج لا الى اي شيء فهو مجاني 100% البرنامج موالي وهو انتي فيروس وهو انتي فيروس مجاني فري انتي بامكانكم تجربوه آه, للحمايه المجانيه لمن لا يبحثون عن برامج مدفوعه هذا البرنامج مجاني كليك عمل سكان آه, فحص سريع آه, فحص كامل للسيستم فول سكان او كاستم سكان تختار ملف او قرص معين ثم تقوم بفحصه كذلك يدعم حذف الفيروسات والتروجن أي فيروس يعني قد يجده في حاله الفحص كذلك هناك آه, مجموعه من الاشياء المميزه آه, داخل البرنامج التي بامكانك يعني ان تجربها في هذا البرنامج كما قلت المجاني هذه نسخه مجانيه بامكانك شراء نسخه اخرى وهي تقريبا تشابه الانترنت سيكوريتي الا ان هذه النسخه كما قلت كافيه ومفيده جدا لجميع المستخدمين لاستخدامها بشكل مجاني ودائم ودون الحاجه الى اي البحث عن اي تفعيلات البرنامج الموالي وهو برنامج الترا كابي وهو يعني برنامج معروف نوعا ما تذهب الى الاوبشن بعد ان تثبته ستجده ايضا في الاسفل هنا كل ما عليك فعله ان تذهب الى الاوبشنز وما يهمنا في كل هذه الخيارات فهي غير مهمه بتاتا الخيار المهم من بين هذه الخيارات جميعا وهو خيار تيم هذا بعد ان تاتي ستجد هنا ان عندك في الليميت كابي سبيد ستجدها انها صفر ستاخذها وتضعها الى أن انليميتد او الى اقصى حد تجرها الى اقصى حد وبعدها يعني تغلق هذا الملف تغلق يعني هذه الصفحه كلوز تاتي وتنسخ اي ملف او اي ملف كبير تحت ياخذ منك مثلا هذا الملف اذا اردت نسخه سياخذ مني تقريبا 10 دقائق 15 دقيقه لان حجمه كبير هذا الفيديو. عندما ساقوم بلصقه لاحظوا ماذا سيحدث سيقوم بلصق لاحظوا سرعه يعني اللصق النسخ عفوا واللصق فهي سرعه كبيره جدا هذا البرنامج مميز. بعدها يعني مباشره حتى لا نطيل عليكم ننتقل الى البرنامج يعني الاخير من هذه السلسله. وهو برنامج اول مره نشرح الفيسبوك كذلك اي موقع فيديو يحمل فيديوهات خاصه بك كل ما عليك فعله تنسخ رابط الفيديو هكذا كابي نفس الطريقه في الفيسبوك في ديلي موشن في الفيميو بعد ان تنسي البرنامج تجد انه ظهرت معك هذه الرساله انقر على الرساله مباشره يقوم البرنامج بلصق الفيديو بداخله مع اعطائك عنوان الفيديو او انك تاتي انت وتلصق الرابط هنا لن تحتاج الى ذلك لانه يقوم بلصقه بشكل تلقائي بعدها تختار الكواليتي او الجوده الخاصه التي تريد ان تحمل بها آه، لاحظ معي مباشره تختار الجوده بعدها ستنتقل إلى خيار Grab This Clip Grab This clip. ثم تنقر على تختار أين تريد أن تحفظه ثم تنقر على Save ثم مباشرة سيبدا في التحميل سرعة البرنامج معقولة جدا للتحميل من الانترنت وكما انك بامكانك ان تحمل اكثر من رابط دفعة واحدة اللي موش نفس الطريقة اذهب نسخ ساسرع الفيديو قليلا ثم نفس الطريقة تختار الجودة جراب حفظ ويبدا مباشرة في التحميل كذلك لاحظوا الفيديو يعمل يتم تحميله بجودة عالية بالنسبة للفيسبوك نفس الطريقة اذهب الى رابط الفيديو نسخ لصق ثم تحميل اختيار جودة حفظ ثم سيف اوكي الى اخره ويقوم بتحميل جميع الفيديوهات كما فيديوهات اخرى المقاطع كلها تعمل الصوت وصورة جودة عالية ودون أدنى مشاكل شكرا على متابعتكم إذا عجبتكم سلسلة لا تنسوا تسجيل في القناة مشاركة الفيديو مع أصدقائكم كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته